إذا أنت هربتي من هون ما رح تتركي البيت وبس، أكيد رح تتركي ذكرياتها لأمي. ماما موهان قال هذا الحكي بس مشان ما أترك البيت وروح، أنا بكره موهان. كونغون ما لازم تقولي هيك، صدقيني أبوكي بحبك كتير يا حبيبتي. أنا ما حدا بيحبني ماما، أتمنى لو كنتي هون معي، أنا اشتقت لك. جونجون طلعي حبيبتي، أنا حدك، أنا هلأ قاعدة قدامك، أنا ليكني هون معي. لا تبكي يا روحي. بس وعديني انك ما عاد ابدا تفتقي فيني ولا حتى بعيلتي، وبعمرك ما تفرجينا وشك او حتى تجي لعنا. ليش خليتني اوعدك هيك يا موهان؟ ما فيني امسح دموع بنتي وهي عم تبكي. بترجاكي لا تبكي حبيبتي، بترجاكي. أنا رأسي كتير عم يوجعني. وإنتي هي عم قلك ضروري كتير تعرفي تتصرفي وتلاقي حل لهي القصة بالذات. هي نحن قلعناها برات البيت ورجعت حامل على إيديه ولا كأنه صاير شي، وعم بتنادينه وتتزارف وإنتي ما عم تعرفي تعملي شي. موهان بعمره ما حملك، شفت الطريقة اللي بتطلع فيها عليه؟ أنا متأكدة إنه هي أكيد عم بتفكر فيه. لا تقولي لي إنه الأمور هيك طبيعية. تحركي، شبكي، بدك تخليه يضيع من بين إيديكي؟ أنت وجعتي لي رأسي، وكمان طول الوقت بتضل عم بتجادل فيني. ماما، في كتير شغلات عم تصير بالعيلة، أنت هلأ بشو عم تفكري؟ إخوات تولسي حاولوا يخطفوا جونجون أول مرة، شو ممكن يعملوا لسه؟ أنا عم بتساءل كيف ممكن موهان يخلي هيك موضوع يمر هيك عادي؟ كتير موجوع. مو مشكلة، أكيد رح يصير لنا فرصة تانية، ما رح نترك الطفلة تهرب. فرصة تانية لك.